نحن نتفهم موقفك جدا من صعوبة فكر أمر أخينا محمد سعد، ولكن الوقت قصير ولعلنا نلحق به قريبا، سيما وأن الوباء قائم والسبب ما زال يعمل. لذلك نسألك بالله، ما الذي كان يفعله أخونا محمد سعد ليؤثر فيك بهذه الدرجة؟ وقد أفضى إلى ما قدم هو الآن عند ربه، وحق لنا أن نقتدي ببعض صفاته ليذكرنا إخواننا بخير بعد موتنا. أفيدونا يرحمكم الله. طبعا الشيخ محمد سعد رحمة الله عليه، يعني أنا أعرفه من أول يوم دخل المسجد، تاريخ طويل يعني بما يزيد عن 35 أو 35 عام. والشيخ محمد في الحقيقة يتميز ب يعني قلب فيما أحسبه، يعني فيه من النقاء، من الصعب أن تجد مثل هذا النقاء. فيه أيضا من محبة الدين ومحبة الدعوة والوقوف حيث يتخلى الآخر، يعني خلال التاريخ الطويل الذي كان معنا. هو أيضا رجل المهمات الصعبة، فلا يزاحم في المقدمة، لا تراه جالسا على طاولة ولا تراه جالسا على منصة، وأصحاب المنصات من أمثالنا على خطر شديد، هل يقبلون أو لا يقبلون، لكن هذا الرجل يغبط على هذا، دائما تراه تحت وخلف، وما أحد يعرفه أصلا، معظم الناس لا يعرفونه، والذي يعرفه قد يستهين به، وما أكثر ما استهان الناس به والصبيان وعاملوه معاملة يعني لا تليق بمثله. لكن هو ما كان يعني يهمه هذا، وهو أيضا رجل مبارك ولا يعرف بركته إلا يعني من كانوا في المطبخ كما يقولون. الشيخ محمد سعد هو فجر الإسلام، يعني إخوة عندهم في فجر الإسلام أو إخوة القدامى متعصبون لفجر الإسلام ربما أكثر من البخاري، لأنه تاريخ الدعوة ومهد الدعوة ومواقف الدعوة ومراحل الدعوة ومشايخ الدعوة. والشيخ محمد مواقفه مع فجر الإسلام بيضاء، يعني نحملها له جميعا، ما قدر أحد منا عليها. كلنا كنا نترك فجر الإسلام ونذهب إلى البخاري، نترك فجر الإسلام نسافر، نترك فجر الإسلام. وهو منذ يعني منذ جاء إلينا في فجر الإسلام إلى أن مات أمس، ومن أسرار بركاته أنه فجر الإسلام كان غرفة صغيرة على بركته. هو كان المحارب العنيد الذي يعني يأتينا كل بضعة أشهر أو بضعة يعني سنوات بمشروع جديد لتوسيع فجر الإسلام، ما خطر لنا على بال، بتوفيق الله أولا ثم ببركة هذا الرجل. كلمة البركة يعني تحتاج إلى خطوط كثيرة، لا أقصد بها الجهد، هذه الجهود ما كانت، يعني لأنه قد حاولنا فيها مرارا حتى تعودنا من أخينا الشيخ محمد سعد هذا المعنى. فكنت أتفائل بكل شيء يدخل فيه، كنت أقول لإخواننا المشايخ الشيخ طارق وغيره، يا جماعة هذا الرجل مبارك. ثم انتهى الأمر إلى أن اكتشف، وهذا عجيب من العجائب، الحارة هذه فجر الإسلام، ما فكرنا أبدا ما وراء فجر الإسلام. مفاجأة عجيبة والله، أنا إذا متعجب منها، يا جماعة خلف هذا السور مساحة 800 متر، المشروعات التي كانت تقام في هذا المسجد التي ربما مشروعات بعضها غير مسبوق، كمشروع الأضحية الذي وصلنا فيه إلى مساحات أنا ما عمت أتابعها، بدأنا ببقرة واحدة وانتهينا إلى 200 بقرة، 300 بقرة، عدة مئات
وصلنا أخيرا 400-500، أظن تجاوزنا هذا في يوم واحد. فريقه الذي يأتي به مع الشيخ مدحت الله يحفظه يعني يقومون على هذا، ونحن نائمون في بيوتنا. ما كنا في الأول نشرف على كل شيء، فانتهى الأمر إلى أن الرجل ماشي المشروع، ماشي المشروع، ما ندري قد نأتي يوما يعني يرانا الناس ويعني مصور ونحو ذلك. لكن الذي خلف هذه المشاريع هذا الجندي المجهول الذي لا شك أنه فقده عزيز، و يعني عزاؤنا أنه إن شاء الله تعالى فيما نرجو له مع المرض والألم، من أعظم ما نتعزى به أننا نحسب إن شاء الله أنه من المتجردين. وكم مرت عليه أجيال راحوا وجاءوا، وأجيال راحوا ولم يأتوا، وناس سافروا وناس عادوا، وناس سافروا ولم يرجعوا، وناس تركوا الالتزام وعادوا، وناس تركوا ولم، وهو يعني واقف كالجبل في عرينه بما أعطاه الله تعالى من هذه البساطة، البساطة التي تجعلك يعني لا تفاجأ بهذه المعاني في الحقيقة. وأنا ما استطعت أن أذكر كل المعاني، لكن ما حضرني منها. فهذا الرجل مبارك، ويعني لم يتخلف يوما عن الخدمة، عن خدمة دين الله عز وجل في أشد يعني وأحلك الأزمات. وهذا كله يعني باب، والأبواب التي كان يسعى إليها في يعني تتبع الفقراء و ملاحظة يعني أحوال بالذات المقربين من إخواننا ممن لهم حاجات، والبعداء والأرامل واليتامى، واقتراح المشروعات وقيامه على كثير من المشاريع الاحتسابية، المشاريع الاجتماعية المتعلقة بهذه المعاني. يعني رجل فيما نحسب من القلة الثابتة المتجردة التي تعطي عطاء بلا حدود، ثم مع هذا كله تأتي عليها أقوام ممن جاءوا بعده وربما يكون لهم نوع من الحضور في الدعوة بسبب العلم ويعني الخطابة، فقد يعاملونه من فوق، وعامة إخواننا مؤدبون متأدبون والحمد لله. لكن قد يرد في موطن من المواطن أن يعني يشتد أحد أو يفعل ما لا يليق، الرجل يتعامل يصبح يقول هذا الشيخ فلان وهذا الشيخ فلان وهذا الشيخ فلان من الخطباء والوعاظ والمدرسين والأعلام والوجوه، مع أنه أوجه وأسبق وأقدم وأقرب إلى قلوبنا. ولهذا يعني جاء اليوم الذي يعني يمنع إلينا فيه مثل هذا الجبل. و سبحان الله، قبل أن يعني أول ما مرض اتصل بالشيخ طارق وقال له يعني إنه يشعر بهذا. الشيخ استغرب يعني وأخبرني وقال له يعني إن شاء الله أنت بخير. وهذا معنى من مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قال وكيف يستعمله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا الحس الذي يشعره الإنسان الصالح عند موته أنه سيموت لا يخطئ، وهذا من الله سبحانه وتعالى. هو شعر بهذا وأحس به، فجهز وصيته، ثم يعني مضت أيام قلائل وكان ما كان. صلى الله تعالى باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يتقبله في الصالحين وأن يتغمده برحمته وأن يعفو عنه وأن يجعل يعني ما أصابه من مرض في ميزانه، أن يجعل يعني يجعل هذا اليوم خير أيامه وأحب لحظاته وساعاته. ربما يعني بعد ساعة ولا ساعتين سيدفن في زمان غربة وفي وقت غربة، ويعني إن شاء الله تعالى يكون هذا كله شفيعا له.
عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نشهد الله بما رأينا وما علمنا عن قربه أنه كان فيما نحسن إن شاء الله، كان متشردا وكان مخلصا وكان بعيدا عن حظوظ النفس فيما نرى، كان سهلا سمحا مهما تغضبه ومهما تسيء إليه، بمجرد أن تمر يعني لحظات يرجع ويصفو. كنا نقول هذا قلب طفل، وهذا يلخص كثيرا من المعاني. نسأل الله تعالى أن ينفعه بهذا، وأن يجعل اجتماع القلوب عليه. ليس من فراغ أن يعني يتأثر الإنسان بمثل هذه الشخصيات، هذا عمل يعني يغلب الجميع. ونسأل الله تعالى أن يبارك في جميع إخوانه من المشايخ والدعاء والفضلاء، وأن يشفي أهله وولده وبنته، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يقبل شفاعتنا فيه. اللهم ارحم عبدك محمدا، فإنه أفضى إلى ما قدم، قبل شفاعتنا فيه. اللهم كن له ولا تكن عليه، وعافيه واعف عنه. اللهم تغمده برحمتك، اللهم ارفعه فوق كثير من خلقك، اللهم كن له كما عهدناه يقف لدينك ويغار لدعوتك وينتصر لأوليائك ويسعى في خدمة دينك. اللهم ألحقنا به على خير، غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.